الرئيس، تحية سيد ممثل السلطة السيد بشار، الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الموقر. على أين كنظن أن الإخوة اللي حضروا في اللجنة ديال المالية اشتغلنا مطولا، يمكن ركزنا فصل فصل وعطينا واحد مجموعة من الشروحات، وكانت واحد الشفافية في النقاش واحد الوضوح للوضع ديال هذه المدينة. طبعا الوضع ديال هذه المدينة الذي لا يصر لا أدبا ولا حاكم. اليوم في السنة الأولى ديال المجلس، كما لا يخفى عليكم، السنة الأولى كتكون هي السنة المرتبطة بالتهيئ المخطط والبرنامج ديال الولاية كاملة. من سنة 2016 كل المؤسسات والأجهزة المرتبطة بالجامعة شتى تشتغل جنبا إلى جنب مع رؤساء اللجان مع باقي المؤسسات، مع طبعا التصور ديال المجلس ومكتب المجلس اللي غادي يحل الإخوان باش نتذكروا على التصور العام ديال الولاية، اللي هو تقنيا كنسميوها بالبسيدي، اللي سياسيا كنسميوها بالبرنامج، ولا التصور العام والمخطط الاستراتيجي اللي عاد تشتغل عليه ثلاث الولايات. هادشي ما كيجيش ما بين عشية وضحاها كيتهيئ البرنامج. هذا واحد. جوج، طبعا قال احد الاخوة الاستثناء ما خلق واحد تفرض. طبعا هذه سنة انتخابية وسنة الاولى مربوطة عليك بالوقت، والميزانية ديال 2016 عندها واحد الدير خاصك تحطو، وبالتالي راه مايمكنش تهضر على واحد البرنامج شامل، واحد الرؤية واضحة شنو كتدير في الميزانية من خلال الميزانية السنة الأولى، اللي هي باش نكونوا واضحين أولا من الأهداف الرئيسية ديالها أنها تحافظ على السير العادي للمرفق العمومي باش ما يتأثرش المواطن بذلك. هذا واحد. جوج، كيكون واحد البرنامج إذا صح التعبير مرحلي ولا برنامج إجرائي يهمو هاد السنة الأولى. إلا لاحظتوا لو بغينا ننطقوا شوية ديك الأرقام ونهضروا على التصور، أنا متفق، أنا ما كنهضرش على التصور ديال المجلس، كنهضروا على واحد التصور. لو بغيتي تقول إجرائي مرحلي يهمو هاد السنة الأولى، اللي هو الشيء أقراو كيأطروا واحد الشعار اللي كنتذكر عليه ديما، دعوة المدينة. سيتم التركيز في هاد الست شهور الأولى على شي حاجة سميتها صوت خفيف، لأن من تما لا نفسيا ولا ثقافيا ولا تربويا ولا خاص تعطي واحد الفكرة المتدخلين كاملين والناس كاملين على أن نحن نمشي بخطى حديدة نحو استرجاع المدينة وعودة القيم ديال المدينة، القيم ديال التمدن عبر إجراءات بسيطة ماشي كبيرة. لا احنا الناس طبعا غتلقاو البيجي تشرح دينار جو كستانا راه زاد، غتلقاو في المدينة راه زاد، غتلقاو بعض الأشياء المرتبطة بالتنظيم ديال هذا المجال زاد، ولكن تأكد أن هذا تصور أولي إجرائي يهم السنة الأولى في التدبير، اللي هي السنة ديال إعداد البرنامج ديال الجامعة اللي غادي تشاركوا فيه كاملين، واحد تنخرطوا فيه كاملين، واحد تكون فيه المساهمة ديال الجامعة. طبعا إخوة كاملين كتعرفوا الأخوات على أن خير فيما يتعلق بتحديد الأولويات ديال المدينة ترخص واحد الضيبة كبير. كما قلنا الوضع ديال المدينة صعيب، حال اللي قال الإخوة أنا متفق، لأن الإخوة اللي سابقين السي أشرف راه عاش معنا كلش، كاين مجموعة ديال الإخوة في ملف ديال النظافة. المجلس صوت بالإجماع في الولاية السابقة لفك الارتباط، ولن تصادق وزارة الداخلية، صوت بالإجماع. من بعد بقاو الإخوان في واحد المناقشات على كل المستويات باش وصلنا للصيغة الثانية. أنا غير كنذكر الإخوة اللي ما عارفين شي البروسيدير كيفاش مشات، باش وصلنا لديك الصيغة البروتوكول المكمل، ورغم ذلك ما جا حتى شي نتيجة. اليوم أنا متفق تماما مع الإخوة، الملف ديال النظافة ماشي خصو دورة استثنائية، قبل دورة استثنائية خصو يوم دراسي، يوم دراسي
يتحطوا الاشكاليات كامله، التعقيدات القانونيه، التركيبه الماليه، كلهم في كل الابعاد ناقشوه ونذكروه. كنظن من حسن الصدف ان في هذه السنه الاختصاصات ديال مجموعه بيئه راه تنزع من هذه القضيه ديال راك صوتوا عليها في الدوره اللي فاتت. كنظن انه مدخل اساسي ولكن لا يكفي. علاش لا يكفي؟ لان كما قلنا خلاصي ودراسي والمجلسي هي التصور ديالو فيما يتعلق بالقطاع ماشي غير المضافة يعني النفايات. راك كتهضر حتى على المجال البيئي، حتى راه الاخوان راه حنايا على اتصال مع مركز اللي كيطلب داك الشيء فلوس كبيره ديال باش تعمل دراسات على المخاطر البيئيه المحيطه بالمدينه وداك الشيء. كاينه مجموعه من الباحثين والدكاتره والطلبه الباحثين اللي غادي يهضروا لينا نحن في نقاش معاهم باش يهيئوا لنا واحد الدراسه على كل هذه المخاطر البيئيه المدينه. كما كتعرفوا من مطرح ديال المنار الى المجديد الى المنطقه ديال الايكولوجيه ديال البكاره الى 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 دونك هذا الشيء. هذه الدراسات البيئيه زائد الوضع القانوني والمالي ديال الموضوع زائد هذا هو اليوم الدراسي اللي غادي يخولنا اننا نتقدموا شويه في هذه القضيه ديال النظافه اللي هو مشكل كبير. المشكل اخر متعلق بالمشاريع راه مشكل، راه بحدود اليوم حنا انا قريتو في التقرير مجموعه الاجتماعات المكتب كنظن خمسه الاجتماعات خمسة كلها اجتماعات بجدول الأعمال مكثف كبير حال من غير تلميناتها. المشاريع المتوقفة كتعرف بأن أكبر استثمار في تاريخ المدينة معمول في هذا المشاريع اللي هو المحطة وسوق الجملة. الآن الإعداد غير تقرير وتجلس مع المقاولات ومع مكتب الدراسة ومع الميتر دوفراج ومع المتدخلين هذا كله وتاخذ المعلومات وتاخذ الوثائق وما هو تقني وتجمع هذا الشيء وتعمل خارجة ميدانية. زعما واش كتظنوا بأن شهر العمل غيكفي باش نوضعوا السادة المجلس على الوضع الحقيقي ديال هذا الموصل ديال هذه المشاريع المتوقفة؟ طبعا المقصود من تعميق البحث في هذا الشيء وضبط هذه الملفات المرتبطة بهذه المشاريع ماشي غير المحاسبة، لا، لاستكمال أولا هذه المشاريع، لأن هذه المشاريع عندها واحد التاريخ.